كابتن ممدوح، اجل حضرتك يمكن محتاجين طبعا يعني نتكلم عن البطوله، ظروف اقامتها، تنظيمها، سبب طبعا استضافه مصر هذه البطوله، عدد الفرق المشتركه، يعني عايزين نعيش الساده المشاهدين الاول عن البطوله واجواءها وتنظيميا وكل شيء عنها قبل طبعا ما نروح للناحيه الفنيه. اتفضل يا كابتن. هو طبعا انجاز كبير للاتحاد المصري لكره الطايره بقياده الدكتور سامح حمدي ان هو يوافق على تنظيم البطوله دي في وسط احداث اللي موجوده عالميه بتاعت كورونا. ده سبق كبير جدا للاتحاد المصري ان هو بيرجع تاني يشترك في البطولات وينظم بطولات، وان شاء الله برضه هيستضيف بطوله الانديه الافريقيه للرجال من 31 مارس لحد 12 ابريل. ده برضه سبق بالنسبه للاتحاد المصري. الرجال وسيدات يا كابتن ولا الرجال بس؟ والله كان سؤال جميل جدا انه فعلا خلاص خدت الموافقه بالنسبه للرجال. السيدات كان في لاعبات في الماتش الودي بين منتخب الناشئات اللي رايح نيجيريا يوم 1 مارس ليشترك في البطوله دي، كان بيلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي الفريق الاول، واللاعبات سالوا المدير الفني اخبار حضرتك هل البطوله هتبقى فين بتاعه الانديه السيدات. كان رد رئيس الاتحاد الافريقي السيده بشرى حجيج ان البطوله ب 90% هتتعمل في مصر، لان كان المفروض الجزائر هتتلعب فيها، بس للاسف الجزائر هتعتذر وقالت لا اما في مصر لا اما هيكون عندنا في المغرب، انما البطوله هتقام. وان شاء الله الاتحاد المصري يستضيفها زي ما بيستضيف للرجال ويكون موفقين ونشترك باسم النادي الاهلي، ولان احنا حامل اللقب الموسم الماضي وخبر حياتك، فده انجاز للاتحاد المصري، وان شاء الله نرجع تاني ونستضيف ونرجع تاني ونهتم بالكره الطايره في وسط الجائحه اللي هي يعني ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكون ويكون نهايتها في القريب العاجل. يعني ان شاء الله مصر قادره على استضافه يمكن الاحداث العالميه، يمكن